في ذكرى انتصارات أكتوبر، الرئيس السيسي يؤكد أن الحرب المجيدة ستظل نقطة تحول في تاريخنا المعاصر. وزارة الداخلية تفرج عن أكثر من 1500 نزيل بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر. الكاظمي يشدد على ضرورة العودة إلى طاولة الحوار لحل الأزمة السياسية في العراق. 9 بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. نصر أكتوبر كان وسيظل دوماً علامة مضيئة في سجل انتصارات هذه الأمة، وهو النصر الذي أعاد اكتشاف قدرات وإمكانات المصريين ووحدة صفوفهم في مواجهة التحديات. 49 عاماً مرت على هذا النصر المجيد، ولا يزال أبناء هذا الوطن يقدمون التضحيات لحماية الحق والكرامة ويصونون قواعد السلام المستند إلى القوة. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن حرب أكتوبر المجيدة ستظل نقطة تحول في تاريخنا المعاصر، استردت فيها قواتنا المسلحة شرف الوطن وكبرياءه، ومحت وصمة الاحتلال عن أراضيه. وفي الذكرى 49 لنصر أكتوبر، توجه الرئيس السيسي بالتحية للشعب المصري وللقوات المسلحة الباسلة لشجاعتهم وبطولاتهم وللشهداء الأبرار الذين جادوا بأرواحهم تحت راية هذا الوطن. كما توجه الرئيس السيسي بتحية سلام إلى روح بطل الحرب والسلام الرئيس الراحل أنور السادات الذي خاض الحرب واثقا بالله وبعزيمة بني وطنه ليحقق نصرا عظيما سيظل برهانا على إرادة وصلابة المصريين وتمسكهم بسيادة الوطن وكرامته. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن حرب أكتوبر المجيدة أبرزت مقدرة الإنسان المصري وتفوقه في أصعب اللحظات التي مرت بها مصر والأمة العربية، وحققت فيها مصر معجزة العبور. وقال الرئيس السيسي أن مصر لم تحارب فقط دفاعا عن أرضها، وإنما من أجل تحقيق السلام، وهو ما نجحت فيه وحافظت على مكتسباته. تحتفل مصر اليوم بذكرى 49 لنصر أكتوبر المجيد، يوم العزة والكرامة، يوم انطلق الجيش المصري ليتحدى المستحيل ويقهره، يوم إثبات مقدرة الإنسان المصري وتفوقه في أصعب اللحظات التي قد تمر على أي أمة. إن يوم 6 أكتوبر الذي حققت مصر فيه معجزة العبور كان يوماً مقدراً له أن يظل خالداً ليس فقط في وجدان مصر وشعبها، وإنما في ضمير الأمة العربية بأسرها وشعوب العالم المحبة للسلام. فمصر لم تحارب فقط دفاعاً عن أرضها، وإنما من أجل تحقيق السلام، وهو ما نجحت فيه وحافظت على مكتسباته. كما أكد الرئيس السيسي أن جوهر حرب أكتوبر المجيدة هو الكفاح من أجل تغيير الواقع من الهزيمة إلى النصر. وشدد السيد الرئيس على أن تغيير الواقع لا يتحقق بالكلمات والشعارات، وإنما بالرؤية المتكاملة بعيدة المدى والتخطيط العلمي وتوفير آليات وعوامل النجاح ثم العمل الدؤوب. إن جوهر حرب أكتوبر المجيدة هو الكفاح من أجل تغيير الواقع من الهزيمة إلى النصر، ومن الظلام إلى النور، ومن الانكسار والمرارة والألم إلى الكبرياء والعزة والفخر، ويقين الراسخ بأن تغيير الواقع لم يكن ولن يكون بالكلمات والشعارات والأماني، وإنما بالرؤية المتكاملة بعيدة المدى والتخطيط العلمي
وتوفير آليات وعوامل النجاح، ثم العمل الدؤوب، ثم العمل الدؤوب، ثم العمل الدؤوب. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا تليفونيا من الرئيس التونسي قيس سعيد للتهنئة بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر المجيدة. وأعرب الرئيس السيسي خلال الاتصال عن خالص امتنانه وتقديره لتلك اللفتة الكريمة من الرئيس التونسي، متمنيا لتونس الشقيقة حكومة وشعبا كل تقدم وسلام وازدهار. من جانبه أكد الرئيس التونسي أن ملحمة العبور تمثل صفحة مشرقة من التضحية والنضال من أجل الدفاع عن الأرض وعن قيم الحرية والكرامة، وهي الذكرى التي ستظل راسخة في عقول وقلوب شعوب الأمة العربية. أكدت السيدة انتصار السيسي أن نصر أكتوبر المجيد أثبت بسالة الجندي المصري وشجاعته في تحقيق النصر والتغلب على أي عقبات أو تحديات. وقالت السيدة انتصار السيسي في تدوينة على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: نحتفل اليوم بالذكرى 49 لنصر أكتوبر المجيد الذي حققت فيه قواتنا المسلحة معجزة عسكرية بكل المقاييس أثبتت فيها بسالة الجندي المصري وشجاعته في تحقيق النصر والتغلب على أي عقبات أو تحديات. وأضافت: سلاما إلى أرواح شهدائنا الأبرار الذين رووا بدمائهم الزكية تراب هذا الوطن دفاعا عنه وعن استقلاله وصون كرامته. العين بالعين والسن بالسن والعمق بالعمق، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا تضمن رسما توضيحيا يسلط الضوء على المشروعات العملاقة للتنمية والتعمير الممتدة في عمق سيناء والتي تظل في قلب الجمهورية الجديدة. وكشف التقرير عن وجود استثمارات ومقومات صناعية وزراعية ضخمة بسيناء ومدن القناة، لافتا إلى أنه تم وجاري تنفيذ استثمارات لتنمية شبه جزيرة سيناء بأكثر من 700 مليار جنيه خلال 8 سنوات، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات العامة التي تم وجاري ضخها لتنفيذ المشروعات القومية بسيناء ومدن القناة نحو 358.1 مليار جنيه، وذلك في الفترة من عام 2013-2014 حتى عام 2022-2023. احتفلت محافظة شمال سيناء بالذكرى 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة. وانطلقت الاحتفالات بمسيرة شبابية وشعبية لأبناء المحافظة والقيادات التنفيذية والسياسية والشعبية، بالإضافة لعدد من المشايخ لتقديم التحية لأرواح الشهداء الذين سالت دماؤهم على أرض سيناء. وسط عزف الموسيقى العسكرية لسلام الشهيد، استمرت احتفالات محافظة شمال سيناء بالذكرى 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة بوضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري لقبر الجندي المجهول في ساحة الشهداء بمدينة العريش. بنتهز الفرصة وبقدم التهاني بمناسبة احتفالات انتصارات أكتوبر العظيم إلى الشعب المصري بصفة خاصة وإلى أهالينا في شمال سيناء، وبنترحم على أرواح شهداء محافظة شمال سيناء وشهداء مصر بالكامل اللي خاضوا حرب 73، بنترحم عليهم لأنهم الدماء اختلطت، دماء المواطنين مع دماء رجال القوات المسلحة مع دماء رجال الشرطة، الدماء اختلطت لكي تروي هذه الأرض بحيث يخرج نتيجة هذا نبتة صالحة
لصالح محافظة شمال سيناء. الاحتفالات انطلقت بمسيرة شبابية وشعبية لأبناء المحافظة والقيادات التنفيذية والسياسية والشعبية وعدد من المشايخ لتقديم التحية لأرواح الشهداء الذين سالت دماؤهم على أرض سيناء. بالنسبة لجامعة العريش بنقول من أهم القرارات الاستراتيجية اللي خاصة بسيناء كلها وإنشاء جامعة العريش، وبنعتبر جامعة العريش جزء أساسي من التنمية في سيناء، وبنعتبر بيت خبرة لجميع المشروعات بتتم في سيناء، وبقول دايما ان سيناء هي رؤيه قائد واراده شعب. اهالي الشيخ زويد يشكرون كل القوات المسلحه والشرطه المدنيه على المجهود الذي صارت بعد 7 سنين من ارهاب الاسود، والان نحن نمر بعمليه تنميه سيناويه عامه تحت رعايه القوات المسلحه والشرطه المدنيه. تضمنت الاحتفالات لقاء قيادات المحافظه مع عدد من الاهالي ومشايخ القبائل والمدن حول دور رجال القوات المسلحه والشرطه المدنيه لاعاده الاستقرار والامان الى ربوع المحافظه. قام الإعلام بدور الجندي المجهول في الإعداد لخطة الخداع الاستراتيجي لحرب 6 أكتوبر 1973. واستخدم الإعلام أسسا علمية سليمة في المحتوى الإعلامي لإجبار الرأي العام العالمي على تقبل هذه الحرب وطمأنة الرأي العام المحلي لقربها. في حرب العزة والكرامة كان حلقة الوصل بين حماة الوطن والشعب هو ناقل الخبر وليس صانعه دون تهويل أو تهوين. إنه الإعلام المصري الذي حارب عبر منابره وانتصر لإرادة وطنه. ففي عام الحرب المجيدة كان دستور الإعلام هو الصدق والسرعة والموضوعية في نقل الخبر، فكان المواطن أول من يستمع إلى مجريات أحداث الحرب، كما كان مرجعاً لأجهزة الإعلام العالمية بمصداقيته التي افتقدتها وسائل الإعلام الإسرائيلية. طفرة كبيرة حققها الإعلام لتأكيد الثقة لدى الرأي العام المحلي والإقليمي والعالمي، واختبار نجح فيه بعد أن خاض حرب نفسية قبل حرب السلاح لاستعادة ثقة الشعب التي فقدها إبان حرب 67. كما قام الإعلام الرسمي بدور الجندي المجهول في الإعداد لخطة الخداع الاستراتيجي بالتنسيق مع القيادة السياسية، إلى جانب استخدام أسس علمية سليمة في المحتوى الإعلامي لإجبار الرأي العام العالمي على تقبل هذه الحرب وطمأنة الرأي العام المحلي لقربها. ومع الدقائق الأولى لانطلاق ملحمة أكتوبر المجيدة، قام الإعلام المصري بنقل صورة حقيقية لما يدور من أحداث على أرض المعركة من خلال البيانات الرسمية للحرب وشهادات المراسلين الحربيين، إلى جانب استشهاده بأقوال القادة الإسرائيليين أنفسهم عن الهزيمة التي لحقت بهم والخسائر التي تكبدتها قوتهم. كما حرص الإعلام المصري على نقل ما تداولته الصحف الأجنبية عن الحرب والتي اعترفت بسقوط أسطورة الجيش الإسرائيلي، وتناولت اعترافات بعض الأسرى الإسرائيليين عن عنصر المفاجأة الذي حققته القوات المسلحة. هكذا قاد الإعلام المصري المعركة بشفافية ومصداقية واقتدار، ففاز بثقة الشعب واحترام العالم بأسره، واكتسب ريادة ميزته على مر العصور. ولاستعادة جانب من سيرة حرب أكتوبر العظيمة ينضم إلينا اللواء ماجد شحاتة، أحد أبطال المجموعة 139 صاعقة بحرب أكتوبر. سيادة اللواء ماجد، بعد التحية، يعني بصفتك أحد المكرمين خلال الندوة التثقيفية، حدثنا عن بطولات هذه المجموعة، مجموعة 139 صاعقة خلال حرب أكتوبر المجيدة. المجموعة 139 السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام، اتفضل سيادة اللواء. المجموعة 139 من المجاميع المميزة في القوات الصاعقة، لأنها كانت احتياطي قيادة عامة المفروض تدفع في أي اتجاهات بتهدد قواتنا، سواء كانت برية أو بحرية أو جبلية أو صحراوية. يوم 19 صدرت الأوامر بتحرك الكتيبتين الباقيين من المجموعة 139، لأن كتيبتين ال 183 و103 دفعوا في أثناء
بداية الحرب حتى يوم 10 أكتوبر إلى الجبهة في سيناء. أما الكتيبتين الآخرين فدول تحركت يوم 19 إلى منطقة الإسماعيلية لمجابهة قوات العدو الإسرائيلي اللي ما كان يعني كانت المعلومات عنها ضئيلة جدا وحجمها مش معروف، أماكن توغلها يعني داخل مناطق مبهمة. طلب من المجموعة إنها تتعامل مع قوات شارون لمنعه من دخول الإسماعيلية بأكل بأي شكل كان، تحسبا لتهديد مدينة الإسماعيلية وهي من المدن الكبرى في منطقة القناة. صحيح. فعلا تحركنا وتمت المعركة بشيء يعني أكثر ابتكارا، إن احنا قسمنا الأفراد، كل 10 أفراد معهم ضابط كمجموعة قتال، وكل 5 مجموعات لهم قيادة من قادة سرايا، أنا أحدهما. استطلعنا بقوة منطقة سرابيو، لغاية منطقة سرابيو بمسافة حوالي 15 أو 16 كيلو. اصطدمنا بأحد تجمعات العدو، استشهد الضابط بعد تدميره لحوالي 3 عربيات جنزير ودبابتين تقريبا، استشهد هو وخمسة من أفراد مجموعته. والحمد لله احنا كان في صمت لاسلكي تام بيننا وبين المجموعات، الا يعني بطريقه ما ان احنا نبلغ المعلومات يعني اما يعني شفويا بالاتصال الشخصي او بارسال نبضة على اللاسلكي يعني. عدنا في الليله التاليه وبلغنا قياده المجموعه بتقدم العدو الاسرائيلي في اتجاه الاسماعيليه على المحاور اللي احنا قصدناها، اماكن تمركزه، اماكن تجمعاته، اسلوب تجميع قواته ليلا. الكلام ده كله وصل للقياده عندنا. في نفس الليله كان في مفرزه من اللواء المظلات الاسرائيلي مع فرقه شارون متجه الى الاسماعيليه. كان في كمين، يعني احنا كنا مجهزين مجموعه كمين متتاليه ابتداء من الحد الامامي للكتيبه 133، دخلت السريه بتاعت المظلات وهي سائره على الطريق او المدق اللي بيصل الى عزبه ابو عطوه. جنودنا سمعوا همهمه بلغه مختلفه عن اللغه العربيه، عرفنا انها اللغه العبريه. عملنا صمت تماما الى ان دخل الجزء الاكبر من السريه امام الكمين. قمنا باصابه اعداد كبيره جدا منه تتراوح بين 40 الى 50 فرد من يعني هي بطولات لا يمكن ان تنسى ابدا وستظل خالده في ذاكره المصريين، هذه الفرقه 139 صاعقه. سياده اللواء، بعد مرور 49 عاما على حرب اكتوبر المجيده، يعني برايك ما هي اهم الدروس التي يجب ان تنقل للاجيال القادمه حول هذه الحرب وحول هذا الانتصار الاستثنائي الذي حققه الجندي المصري؟ احنا عندنا عده نقاط الحقيقه. النقطه الاولانيه اللي هي التدريب الجيد وكفاءه التدريب ورفع مستوى الفرد وارتباطه بالمعده، باضافه الفرد للمعده وليست المعده للفرد. يعني صحيح. انا ما اجيبش سلاح تكنولوجيا عاليه جدا واقول السلاح ده هو اللي يعني هيعمل كل حاجه في الحرب، لا بالعكس، السلاح بيجي بتكنولوجيا عاليه بس الفرد يضيف له. صحيح. احنا استخدمنا اسلحتنا اللي توفرت لدينا متطوره او غير متطوره باسلوب راقي جدا. الحاجه الثانيه الاعداد الجيد لاي معركه، ويا رب ما يبقاش في معارك ثانيه. صح. بس الاعداد دي اعداد جيد ودراستها ودراسه كل بند فيها من اول لبس الجندي. صح. الى الاسلوب التعامل معاه، اسلوب الحركه، اسلوب القتال، كل هذا الكلام. يعني انا حد لذاتك مثال على ان احنا لم نتبع الاسلوب النمطي للصاعقه ان هو كمين او اغارات فقط، لا احنا يعني صغرنا حجم المجموعات اللي كانت بتقاتل شارون، ويوم 22 خد العلقه الكبرى في مدخل ابو عطوه وما زالت اثاره شاهده على الغطش. الدبابات المدمره بتاعته واخده حجم من القذائف على بعد 20 و30 متر،
هول المفاجأة بالنسبة لقوات شارون على مدى 3 أيام يدفع بقوات مدرعة وتدمر وينسحب ويرجع يكرر الكرة دي مرة واثنين وثلاثة صحيح. إلى أن أصيب يوم 22 أكتوبر، ودي كان الكارت اللي هو عايز يلعب بيه ضد مصر، إنه يخش الإسماعيلية ويستولي على قيادة الجيش الثاني ويحصره زي ما حصر الجيش الثالث، وبعد كده يخش في مرحلة تفاوض، لأنه كان يعلم جيدا أن أمريكا بتسعى لوقف القتال مع مصر يعني لإنقاذ إسرائيل من هذا المأزق اللي كانت فيه. وعايز أرمز لسيادتك حاجة، أن احنا بعد وقف إطلاق النار بمدة 3 شهور كنا مستعدين تماما لتصفية هذا الجيب أو هذه الثغرة بالخطة شامل اللي كان سيادة الرئيس سادات بمعاونة طبعا القادة العظام بتوع 73 اللي كانوا موجودين في قيادة القوات المسلحة، وكانت الخطة موضوعة جيدا صحيح. وتعلم أمريكا جيدا إن صحيح. لو بادر السادات بالبدء في تصفية الثغرة لانتهت أسطورة الجيش الإسرائيلي تماما، لأن تلت الجيش الإسرائيلي وأكفأ ناس في الجيش الإسرائيلي كانوا موجودين في هذه الثغرة، وعلى رأسهم طبعا القائد شارون. يعني كما ذكرت سيادة اللواء، يعني التخطيط العلمي السليم والعزيمة للجندي المصري وعبقرية الشخصية المصرية كانت يعني مفتاح النجاح وتحقيق العبور في هذه الملحمة الخالدة حرب أكتوبر المجيدة. أشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات سيادة اللواء ماجد شحاتة، أحد أبطال المجموعة 139 صاعقة بحرب أكتوبر، كنت معنا هاتفيا. حرب أكتوبر العظيمة مرت بالعديد من المراحل، بدءا بالتجهيزات والتنسيق بين أجهزة الدولة انتهاء بتسجيل النصر. الزميلة فاطمة خليل تصحبنا في التقرير المعلوماتي التالي لرصد مراحل الحرب المجيدة. أهلا بكم على هذه الأرض، أرض سيناء، تجسدت أعظم قصص الفداء ونماذج الوفاء للوطن، حيث سطرت ملحمة السادس من أكتوبر حكاية جيش لا يعرف المستحيل. استراتيجية النصر في حرب السادس من أكتوبر كانت ثورة حقيقية لمفاهيم الحرب، تجلت في عبقرية التنسيق المحكم والدقيق بين القوات الجوية والدفاع الجوي والمشاة والمدرعات. عنصر المفاجأة كان الأهم من خلال توظيف قدرات سلاح الجو إلى جانب استيعاب تكنولوجيا العصر في وقت قياسي. وفي تمام الساعة 2:05 ظهرا بدأت معركة العزة والشرف والكرامة بانطلاق 220 طائرة مصرية في عمق سيناء، حيث استهدفت تمركزات العدو ونقاطه الحصينة شرق القناة. في نفس الوقت قام أكثر من 2000 مدفع بإطلاق مختلف الأعيرة على طول الجبهة لقصف مواقع العدو على الجبهة الشرقية لقناة السويس. وتمهيدا لملحمة عبور قناة السويس، كان لسلاح المهندسين دور بارز، حيث قام بتجهيز خنادق لفرق المشاة في الجبهة تكفي 500,000 مقاتل، وبلغت أطوال تلك الخنادق 1000 كيلومتر. وبالتزامن مع القصف المدفعي وتحت الغطاء الجوي، قامت قوات الجيش الثاني والثالث بتنفيذ ملحمة العبور، حيث تمكنت باستخدام خراطيم المياه من هدم 1500 متر مكعب من الرمال، مما أسفر عن حدوث 81 ثغرة في الخط. بعدها قامت قوات الجيش الثاني والثالث بالعبور إلى الضفة الشرقية على دفعات متتالية وبواسطة أنواع مختلفة من الزوارق المطاطية. كما نجح سلاح المهندسين بعمل أول كوبري ثقيل، وقاموا بعمل 60 ممرا بالساتر الترابي على طول الجبهة وإنشاء 8 كباري ثقيلة و4 كباري خفيفة، إلى جانب تشغيل 30 معدية. وفي زمن قياسي سقطت كل النقاط الحصينة للعدو، وسقط معها خط بارليف ليتم بعدها رفع العلم المصري على شرق القناة. ومع استمرار العبور وصلت قوات الدفاع الجوي مهمتها في تأمين عبور قوات المشاة والمدرعات بعد أن كبدوا قوات العدو خسائر فادحة.
محطات رئيسية في ملحمة عظيمة كانت وما زالت عالقة في أذهان المصريين بكل تفاصيلها لتبقى إلى أمد الدهر. قصة بطولة وكرامة ورمز وطني خالص للفداء. وفي إطار الاحتفال بالذكرى 49 لنصر أكتوبر، أعلنت وزارة الداخلية الإفراج عن 1557 نزيلا من الذين تنطبق عليهم شروط العفو الرئاسي. مع إشراقة شمس 6 أكتوبر وبمناسبة الاحتفال بالذكرى 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة، تفتح أبواب الأمل والحياة لهؤلاء المفرج عنهم من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل الذين تنطبق عليهم شروط العفو الرئاسي بمناسبة هذه الذكرى الخالدة. فقد أصدر رئيس الجمهورية قرارا جمهوريا رقم 458 بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم إحياء لانتصارات أكتوبر، فكان العفو بالنسبة لهؤلاء فرصة جديدة للحياة. إنسان جديد من حقه فرصة للحياة. العفو بالنسبة لنا بداية جديدة، وإن شاء الله يعني نبتدي بداية أو حياة تانية خالص غير اللي كنا عايشينها يعني بإذن الله. نشكر سيادة الرئيس على العفو ده، إحنا فرحة كبيرة والله العظيم، ما كناش منتظرينها يعني، بس الحمد لله. الحمد لله بنشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إن بعفو 6 أكتوبر، كلنا طبعاً فرحانين الحمد لله، يعني خلانا نبدأ حياة جديدة وتعلمنا والحمد لله على كل حاجة. انتهت لجان العفو المشكلة من قطاع الحماية المجتمعية إلى الإفراج عن 1557 نزيلاً من تنطبق عليهم شروط العفو بعد تأهيلهم وإصلاحهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل التي وفرت لهم البيئة الإنسانية والاجتماعية والتأهيلية التي تساعدهم على الاندماج في المجتمع بعد الإفراج عنهم. جينا هنا بتواجدنا في مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، لقينا أن كل واحد عنده مهنة ممكن يقدر يمارسها بشكل جيد وياخد عليها مقابل مادي أو ومعنوي كبير جدا من الناس المتواجدة هنا. بنشكر جدا السيد الرئيس الجمهورية فتاح السيسي لأنه ادانا فرصة تانية، وبيأكد أن النزيل لا يعاقب مرتين. في البداية عايز أقول أن مركز إصلاح وتأهيل حاجة كويسة جدا، حاجة أدمية، فيها هنا تأهيل وفيها ننزل مكتبة، ننزل ورش هنا تصنيع نجارة وحدادة، وهنا مركز طبي عالمي اللي فيه رعاية طبية متكاملة. هنساعده ويبدأ من جديد وبكل حب احنا معاه. التوسع في الإفراج بالعفو أحد أهم محاور السياسة العقابية الحديثة التي تنتهجها وزارة الداخلية، والتي تراعي فيها أعلى المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، وتمنح من خلالها الفرصة للمفرج عنهم ليبدأوا من جديد حياة كريمة. العفو ده جاني فرصة للحياة، خلاني يعني خلاني أعيش، أرجع أعيش تاني مع عيالي، فرصة حلوة جاتني. طبعا أول حاجة بحمد ربنا إن هو فكها علينا، والحمد لله برضو خرجنا لأولادنا والأهالينا، وإن إحنا نرجع في وسطهم تاني زي الأول، ويا رب يفكها على الناس التانية. وبشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبشكر إدارة مبنى المركز وتأهيل وإصلاح وادي النطرون على الاهتمام والأخلاق والتعامل. بنصنع في المجزر اللي هو بتاع الدواجن، وأخد شهادة من جوه من تحنا، وأخد شهادة، وإن شاء الله لما أطلع بره أنا معايا شهادة هطلع أقدم بيها بره وأشتغل في شغلة زي كده هتنفعني بره. بالإنسانية والأمل وبالإرادة والعمل والحب بين الناس. فرحة كبيرة للمفرج عنهم وهم يخطون خطواتهم الأولى خارج مراكز الإصلاح والتأهيل، حيث كان في استقبالهم ذويهم الذين عبروا عن فرحتهم الكبيرة بالعفو الرئاسي عن أبنائهم وعودتهم لأحضانهم مرة أخرى. المناسبات الدينية والوطنية هي فرصة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل من تنطبق عليهم شروط العفو الرئاسي ليبدأوا حياة جديدة عقب الإفراج عنهم بعد تأهيلهم وإصلاحهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل التي تم إنشاؤها حديثاً لتطبيق أعلى المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان والسياسة العقابية الحديثة التي تطبقها وزارة الداخلية. من مركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون، عبدالله بركات، التلفزيون المصري.
تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، حيث تمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 527 قضية تموينية بمضبوطات بلغت 134 طن. وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 61 طنا، أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي فتم ضبط 71 طنا، كما تم ضبط 723 قضية في مجال قضايا المخابز، من بينها 163 قضية خبز ناقص الوزن و 136 خبز غير مطابق للمواصفات. هذا وتم ضبط 17 قضية في مجال قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير بمضبوطات بلغت قرابة 351 طنا. وإلى مدينة شرم الشيخ، حيث تتواصل الاستعدادات والأعمال الإنشائية والتطوير بالمدينة مع اقتراب انعقاد مؤتمر المناخ كوب 27. وللمزيد حول تواصل الاستعدادات معنا من شرم الشيخ مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرز. كريم، اطلعنا على التطورات الحالية بشرم الشيخ، كيف تستعد لاستضافة كوب 27؟ تحياتي لك إيمان، تحياتي لك محمد، وتحياتي لجميع مشاهدي القناة الأولى. نحن بالفعل ما زلنا في متابعة مستمرة لما يحدث على أرض الواقع داخل مدينة شرم الشيخ. بالطبع هناك تطورات كبيرة على أرض الواقع فيما يخص تطوير الطرق والميادين وأعمدة الإنارة واستخدام الطاقة الصديقة للبيئة باستخدام الإنارة الخاصة بالطاقة الشمسية على سبيل المثال. هناك أيضا تطوير خاص بالممشى السياحي القديم خليج نعمة على سبيل المثال، وتطوير الواجهات وتطوير المحال بشكل عام لتصبح هناك صورة ذهنية واحدة متكاملة لمدينة شرم الشيخ بالكامل، وهذه الصورة عليها أيضا أن تكون صديقة للبيئة. هناك أيضا جزء هام جدا نتحدث عنه اليوم، وهي تفاعل ما بين وزارة البيئة ومنظمة الأمم المتحدة وأيضا محافظة جنوب سيناء لوضع هذه الأكشاك داخل هذه الممرات السياحية سواء كانت القديمة والجديدة لتوعية المشاركين بشكل عام في المؤتمر بأهمية التعامل مع التغيرات المناخية، وأيضا للتعامل مع الناس العاديين والسياح بشكل عام داخل مدينة شرم الشيخ وتوجيههم وإرشادهم للطرق الأمثل واستعمال المستلزمات المختلفة الصديقة للبيئة. هناك أيضا تطويرات خاصة بالجانب الصحي على سبيل المثال مستشفى شرم الشيخ الدولي وغيرها من المستشفيات داخل مدينة شرم الشيخ والعيادات المختلفة، جاري التوجه الآن لاستعمال المستلزمات الطبية الصديقة للبيئة والابتعاد على قدر الإمكان من استعمال المستلزمات التي تؤدي إلى الانبعاثات الكربونية التي تؤثر على المناخ بشكل عام. ومن أهم هذه المواد هي المواد البلاستيكية والأكياس البلاستيكية، لذلك هناك أيضا يعني قسم خاص داخل مدينة شرم الشيخ وشباب متطوعين للتحدث عن أضرار الأكياس البلاستيك والتعامل مع وكيفية التخلص من النفايات الضارة التي كما ذكرنا تؤدي إلى انبعاثات كربونية تؤثر على المناخ. ولكن أيضا هناك الجزء الخاص بوسائل نقل داخل مدينة شرم الشيخ، إما نقل الوفود الخاصة بمؤتمر كوب 27 في نوفمبر القادم، أو حتى الآن المواطنين داخل مدينة شرم الشيخ. هذه وسائل النقل الآن تتحول لوسائل نقل صديقة للبيئة إما باستخدام الكهرباء أو حتى الغاز الطبيعي، وجاري العمل على إنشاء محطات خاصة لشحن هذه السيارات ووسائل النقل، محطات كهربائية جاري العمل عليها بالفعل، منها من انتهى ومنها ما زال العمل جاري عليها. إذا تحدثنا أيضا عن فكرة التفاعلات الخاصة بمؤتمر المناخ داخل مدينة شرم الشيخ، فهناك قسمين داخل المدينة، والقسم الأزرق الذي ستحدده منظمة الأمم المتحدة والخاص بالفعاليات الرئيسة الخاصة بالمؤتمر، وهناك القسم الأخضر أو المنطقة الخضراء التي سيكون هناك بها خيام. هذه الخيام ستعرض بها الأفكار المختلفة والشركات المختلفة أفكارها وإبداعاتها، وأيضا رواد الأعمال ليعرضوا أفكارهم، وأيضا
المشاريع الخاصة بهم، هذه المشاريع عليها أن تكون صديقة للبيئة. لذلك هناك توجه بشكل عام لدعم ريادة الأعمال ودعم فكرة الاستثمار والتمويل بشكل عام في المشاريع الصديقة للبيئة، وهذا ما تحدث عنه أنطونيو غوتيريش رئيس منظمة الأمم المتحدة، تحدث عن أهمية مؤتمر المناخ في شرم الشيخ، وأنه فرصة للاستغلال الأمثل للتوجه وتوجيه البلاد عامة للاستثمار في المواد واستثمار في المشاريع الصديقة للبيئة. إذا تحدثنا أيضا هنا عن يعني جهود الدولة المصرية في التحول للأخضر، هذه جهود يعني توضح على أرض الواقع عن طريق المبادرات المختلفة، إما مبادرة اتحضر الأخضر أو حتى المبادرات كما ذكرنا التي توعي الشباب للتعامل مع التغيرات البيئية والتغيرات المناخية. هناك لكل بلد مبادرة خاصة، لكل بلد مستضيفة للمؤتمر عليها أن يكون لها مبادرة خاصة بها لعرض داخل المنتدى. ربما مصر لها تجربة خاصة لتعريضها داخل المؤتمر يعني الذي سيبدأ في نوفمبر القادم، ولكن جزء من المؤتمر تم يعني قمنا بمعايشته بالفعل على الأراضي المصرية هنا، وهو هذا التكاتف المحلي والدولي للوصول لعالم أخضر وعالم أفضل بشكل عام. هذه ربما المبادرات أيضا جزء كبير منها هي الزراعة داخل مدينة شرم الشيخ. هناك توجه لإعادة استخدام الطاقة وإعادة استخدام المياه المهدرة لإعادة زراعة الأماكن المختلفة داخل مدينة شرم الشيخ، إما في الميادين العامة إما حتى في الطرق الرئيسية، وضع زيادة عدد أشجار النخيل وزيادة الأشجار بشكل عام، أو حتى في المستشفيات جاري الآن استخدام هذه المواد، وهذه بعد إعادة تحليتها وبعد إعادة تدويرها لاستخدام لزراعة ربما الأماكن والمساحات الخضراء حول المستشفى على سبيل المثال، أو حتى في الطرق العامة. وكما ذكرنا هناك تطوير بشكل عام وتوسعة للطرق داخل مدينة شرم الشيخ للتسهيل على الوفود القادمة للوصول للفنادق أو حتى لأماكن العمل المختلفة. منذ لحظة الوصول داخل مطار شرم الشيخ هناك أيضا الشركات الداعمة للمؤتمر التي تقوم بإيصال الناس والوفود لأماكن إقامتهم أو حتى ربما أماكن العمل بسيارات وأوتوبيسات نقل أيضا صديقة للبيئة، إما تعمل بالكهرباء وإما أن تعمل بالغاز الطبيعي أيضا، يعني ذلك هو تكاتف سياحي، وأيضا يعني ربما يقع تحت المظلة الرئيسية وهي التنمية المستدامة الخضراء داخل مدينة شرم الشيخ. والآن أعود إليكم مرة أشكرك جزيلا كريم بيبرز مراسل التلفزيون المصرية من شرم الشيخ. إلى العراق، حيث أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في العراق مصطفى الكاظمي أن الحل السياسي في بلاده يتمثل في العودة إلى طاولة الحوار والنقاش ووضع الخلافات جانبا والحديث بكل صدق وأمانة للخروج بحلول واقعية تنهي هذه الأزمة السياسية. وطالب الكاظمي مسؤولي المحافظات بتحمل مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية، مشيرا إلى أن لديهم صلاحيات معالجة أي خلل وفق السياسات القانونية والتوجيهات المقدمة لهم. وإلى لبنان، حيث دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى جلسة ثانية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية يوم الخميس المقبل، وذلك قبل نحو 18 يوما من انتهاء ولاية الرئيس الحالي ميشيل عون في 31 من أكتوبر الجاري. وكان المجلس قد تعثر في انتخاب رئيس جديد للبلاد في الجلسة الأولى للانتخاب والتي عقدت في 29 من سبتمبر الماضي. التاسعة ما زالت متواصلة مع حضراتكم من التلفزيون المصري وتتابعون فيها. زيلينسكي يحذر من توغل روسيا في دول أخرى حال عدم مواجهتها، وبوريل يطالب أوروبا ببناء نظام أمني جديد.
شدد رئيس الأوكرانية فولوديمير زيلنسكي على ضرورة كسب بلاده الحرب محذرا من عواقب الهزيمة على الدول الأوروبية. وخلال كلمته في الدائرة التلفزيونية المغلقة أمام القمة الأوروبية في براغ، حذر زيلنسكي من استمرار روسيا في حربها وتوغلها في دول أخرى، مشددا على ضرورة الانتصار في الحرب لمنع روسيا من الوصول إلى وارسو أو براغ أو قيام الأسطول الروسي بإغلاق الموانئ. Зараз станція відключена. Подивіться на це і з точки зору безпеки, а потім з точки. هذا وعقد قادة 44 دولة في براغ اجتماع قمة هو الأول في إطار المجموعة السياسية الأوروبية. وقال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون الذي أطلق فكرة التجمع في مايو الماضي إنه يشكل رسالة عن وحدة أوروبا، مضيفا أن المجموعة السياسية الأوروبية أكبر بكثير من الاتحاد الأوروبي. قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إن أوروبا دخلت مرحلة جديدة منذ العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا. وأضاف بوريل أنه يجب على دول الاتحاد الأوروبي بناء نظام أمني جديد لمواجهة أزمتي الطاقة والغذاء. قالت شركة غاز بروم الروسية إنها وقعت اتفاقا لبدء تحويل مدفوعات إمدادات الغاز الروسي للصين إلى اليوان والروبل بدلا من الدولار. وقال أليكس ميلر الرئيس التنفيذي لشركة غاز بروم إن السماح بالدفع بالروبل الروسي واليوان الصيني يحقق فائدة متبادلة لكل من غاز بروم وشركة البترول الوطنية الصينية، وسيكون مثالا يحتذى به للشركات الأخرى. دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الفرنسيين لا سيما الشركات إلى تنفيذ تدابير خطة الرصان الخاصة بالطاقة دون تأخير، والتي ستسمح لفرنسا باجتياز الشتاء القادم حتى لو كان قاسيا. وأضاف ماكرون خلال اجتماع لرواد الأعمال نظمه بنك الاستثمار العام في باريس أن بلاده ستقنع الأوروبيين بشأن آلية سقف مشترك لأسعار الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء خلال اجتماع المجلس الأوروبي والمقرر يومي 20 و21 من أكتوبر الجاري في العاصمة البلجيكية بروكسل. Dans les pires scénarios, on passe l'hiver. En termes d'efficacité énergétique, et c'est avoir quelques mécanismes très simples pour réussir collectivement à diminuer de. كشفت بيانات صادرة عن وزارة الطاقة الأمريكية عن أن مخزونات النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي في الولايات المتحدة تراجعت بنهاية شهر أغسطس الماضي، وانخفضت مخزونات النفط الخام في الاحتياطي بمقدار 7.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 2 سبتمبر الماضي. هذا وقد تراجع المخزون إلى 442.5 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر من عام 1984. أعلن الجيش الكوري الجنوبي والحكومة اليابانية أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين بالقرب من العاصمة بيونغ يانغ باتجاه بحر اليابان. وقال وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا إن المقذوفات سقطت خارج المنطقة الاقتصادية الخاصة لليابان، مشيرا إلى أنه لم ترد تقارير حول وقوع أضرار للطائرات والسفن اليابانية. وجاءت عملية الإطلاق بعد يومين فقط من إطلاق بيونغ يانغ صاروخا باليستيا فوق الأرخبيل الياباني لأول مرة منذ 5 سنوات، وبعد يوم واحد من إعادة نشر حاملة الطائرات الأمريكية رونالد ريغان التي تعمل بالطاقة النووية في بحر اليابان لإجراء تدريبات مشتركة. أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان تدريبات عسكرية بحرية مشتركة في البحر الشرقي،
وأفاد الجيش الكوري الجنوبي بأن التدريبات التي تم خلالها حشد العديد من السفن الحربية بدأت بمشاركة حاملة الطائرات الأمريكية رونالد ريغان في المياه الدولية في البحر الشرقي، مشيرا إلى أن المناورات تضمنت محاكاة لسيناريوهات إطلاق الصواريخ الباليستية من كوريا الشمالية، وركزت على اكتشافها وتعقبها واعتراضها من خلال تبادل المعلومات عن الهدف. انطلقت قافلة طبية في مدينة طنطا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة في قرية شبرا بابل، وتم توقيع الكشف على 1304 حالات وصرف الدواء لهم بالمجان، كما تم محو 119 مواطنا. هذا وشهدت مدينة طنطا زراعة 50 شجرة مثمرة في إطار المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة. استكمل المجلس القومي للمرأة ببني سويف مبادرة تحدي تجديف نهر النيل في إطار برنامج تحويشة ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية داخل قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة. يأتي البرنامج بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة ومكتب منظمة الأمم المتحدة للمرأة بالقاهرة والبنك المركزي والاتحاد الأوروبي وسفارة هولندا، وينفذ البرنامج داخل 13 قرية بمركزي بيبا وناصر بالمحافظة ضمن حياة كريمة، ويستفيد منها 28 ألف سيدة. والآن مشاهدينا مع أهم أنباء المال والأعمال. باقة من الأخبار الاقتصادية بصحبة دينا شرف. إليك دينا. شكرا لك محمد، شكرا لك إيمان. والآن موعدنا مع أخبار المال والأعمال محليا وعالميا. أكد وزير الزراعة سيد القصير على أن مصر لديها إنتاج وفير من أصناف القطن طويلة تيلة، ويلقي طلبا متزايدا عالميا. وخلال اجتماعه مع وزير التنمية والابتكار رئيس مجلس القطن الأوزبكستاني إبراهيم عبد الرحمنوف، شدد الجانبان على تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة في عام 2018 في مجالات تطوير الثروة الحيوانية والميكنة الزراعية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتفعيل مجموعة العمل الفنية الزراعية المشتركة، وإنهاء الإجراءات اللازمة لتوقيع مذكرة التفاهم في مجال الحجر الزراعي في أقرب فرصة ممكنة. تابع وزير التنمية المحلية هشام أمنة مع محافظ السويس عبد المجيد صقر الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية الجارية على أرض المحافظة، وعلى رأسها مشروعات الخطة الاستثمارية الجارية في كافة القطاعات الخدمية التي تهم المواطنين. وخلال اللقاء وجه وزير التنمية بضرورة الانتهاء من المشروعات المستهدفة في التوقيتات الزمنية المحددة لتلبية احتياجات مواطني المحافظة ودخول تلك المشروعات الخدمة. وأشار عبد المجيد صقر إلى تقديم محافظة السويس لكل التيسيرات اللازمة وتذليل أي معوقات للانتهاء منها بصورة سريعة. ارتفعت صادرات مصر للطباعة والتغليف والورق إلى كينيا خلال أول 8 أشهر من عام 2022 لتبلغ 40 مليون دولار. وأشار المجلس التصديري للطباعة والتغليف إلى أن كينيا تعد أحد أهم الأسواق الإفريقية المستوردة للمنتجات المصرية بعد الدول العربية الإفريقية، فهي تمثل 7% من مجمل صادرات مصر لإفريقيا. وإلى أسواق العملات،
حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي 19 جنيه و60 قرشا للشراء و19 جنيه و71 قرشا للبيع، كما سجل اليورو 19 جنيه و41 قرشا للشراء و19 جنيه و51 قرشا للبيع. الجنيه الاسترليني سجل 22 جنيها و19 قرشا للشراء و22 جنيه و32 قرشا للبيع. الدرهم الإماراتي سجل 5 جنيهات و34 قرشا للشراء و5 جنيهات و37 قرشا للبيع. أخيرا الريال السعودي سجل 5 جنيهات و21 قرشا للشراء و5 جنيهات و24 قرشا للبيع. وفي أسواق المعادن النفيسة هبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.1% ليصل إلى 1713 دولارا و91 سنتا للأوقية. ومحليا سجل عيار 18 نحو 926 جنيها، عيار 21 سجل 1080 جنيها، عيار 24 سجل 1235 جنيها. وأخيرا الجنيه الذهب وصل إلى 8640 جنيها. تراجعت معظم أسواق الأسهم في الخليج وسط استمرار المخاوف إزاء تباطؤ الاقتصاد العالمي، على الرغم من أن ارتفاع أسعار النفط حد من الخسائر. وهبط المؤشر الرئيسي في السعودية بنسبة 1.1%، كما تراجع مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي 1.1%. وفي أبوظبي تخلى المؤشر عن مكاسبه المبكرة ليغلق منخفضا 1.1%. ختام أخبار اقتصاد وعودة مرة أخرى إلى إيمان وعبدو. إليك. شكرا لك دينا. انطلقت فعاليات الدورة 38 من المهرجان برئاسة الناقد الأمير أباضة. مهرجان الفعاليات السينمائية للبحر المتوسط تحمل اسم الفنان محمود حميدة في هذه الدورة، وشارك عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم في فعاليات الافتتاح الذي شهد تقديم أوبريت استعراضي يحكي تاريخ عروس البحر المتوسط مع الفن بعنوان ضحكة من القلب. وأكد مخرج الأوبريت أن فكرة الأوبريت مستوحاة من شعار المهرجان هذا العام، وهو اضحك للسينما، فهو تجميع لمعظم كوميديانات السينما العالمية والمصرية في رابط درامي غنائي واستعراضي. السنة دي بنحتفل النهاردة بافتتاح المهرجان الدورة 38، دورة النجم محمود حميدة. المهرجان بيضم 29 دولة وأفلام من 29 دولة، 90 فيلم، عندنا 41 فيلم عرض عالمي أول. التكريمات مختلفة، عندنا بنحتفل بالكوميديا السنة دي، والدورة كلها تحت شعار اضحك للسينما. أتمنى تبقى دورة ناجحة وفي يعني القائمين على المهرجان ناس كلها مثقفة وناس واعية وناس عندها طموحات عالية يعني، فأتمنى يعني تبقى دورة ناجحة إن شاء الله. طبعا سعيد أنهم بيكرموا الكوميديا والكوميديانات، وده شيء أنا بحبه جدا. أنا الأوان أن الفيلم الكوميدي ياخد حقه يعني. والآن موعد وقفتنا الرياضية في نشرة التاسعة، نعود فيها من جديد إلى دينا شرف. اتفضلي دينا. شكرا لك إيمان، شكرا لك محمد. والآن موعدنا مع أخبار الرياضة. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن التصنيف العالمي للمنتخبات لشهر أكتوبر، وأظهر التصنيف الجديد تحقيق المنتخب الوطني الأول تقدما بمركز واحد ليصل إلى المرتبة 39 عالميا بعد أن احتل المركز 40 في التصنيف الأخير. وبذلك تحتل مصر المركز الرابع عربيا خلف المغرب وتونس والجزائر، والسادس إفريقيا خلف السنغال والمغرب وتونس ونيجيريا والجزائر. وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم من النادي الأهلي إلى مطار قرطاج الدولي بتونس على متن طائرة خاصة، وذلك استعدادا لمواجهة الاتحاد المونستيري المقرر لها الأحد المقبل لحساب ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
حيث يسعى النادي الأهلي إلى تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب قبل مواجهة العودة بالقاهرة. تأهل الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا بفوزه على نظيره ريد ستار الإيفواري بنتيجة 43-26، وذلك في ربع نهائي المسابقة، وكان الأهلي قد تصدر مجموعته بأربعة انتصارات. حقق نادي الاتحاد السكندري لكرة السلة للرجال ثاني انتصاراته في البطولة العربية لكرة السلة المقامة بدولة الكويت، وذلك بفوزه على نظيره أهلي بنغازي الليبي بنتيجة 122-64، وذلك لحساب المجموعة الأولى. وكان الاتحاد السكندري قد حقق أول فوز له أمس، وذلك على حساب أهلي حلب السوري بنتيجة 99-55. ختام أخبار الرياضة، وعودة مرة أخرى إلى محمد وإيمان، إليكما. شكرا لك دينا. تحتفل دار الأوبرا بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، حيث تستعيد الموسيقى العربية أجواء العبور العظيم خلال حفلاتها التي ستستمر طوال الشهر، وتشمل الاحتفالات عددا من الفعاليات المتنوعة على جميع مسارحها. للمزيد ينضم إلينا من الأوبرا مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. محمود، بعد التحية، يعني الأجواء في دار الأوبرا الآن مع الاحتفاء بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة والتي ستستمر طوال هذا الشهر. نعم، بعد التحية إيمان، لازالت دار الأوبرا المصرية تواصل فعالياتها الفنية احتفالا بالذكرى 49 لانتصارات أكتوبر، هذه الذكرى التي استطاعت أن ترسم الفرحة والبهجة على وجوه الجمهور الذي حضر اليوم هذه الاحتفالية التي تقيمها الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو الكبير حازم الأصبجي، حفيد الموسيقار الراحل الكبير محمد الأصبجي، بمجموعة من المقطوعات الموسيقية والأغاني الوطنية أيضا التي أشعلت حماس الجمهور المشارك كعظيمة يا مصر، وأيضا يعني أحلف بسماها، وبعض الأغاني الأخرى التي يعني تعبر عن الفخر والعزة بهذه الذكرى الغالية. المميز في هذه الاحتفالية أن الجمهور المشارك في احتفالية اليوم من الجمهور المصري والعربي، وعندما تحدثنا معهم لمسنا في عيونهم الفرحة والبهجة والعزة بهذه الذكرى، لدرجة أن أحد الجمهور أيضا عبر عن اعتزازه وفخره بهذه الذكرى من دولة الأردن الشقيقة، وأنه يأتي في هذه الذكرى تحديدا كل عام إلى دار الأوبرا المصرية باعتبارها منارة الفن والثقافة لحضور هذه الفاعلية اعتزازا وفخرا بالقوات المسلحة وبالانتصار الذي حققوه. بالتزامن مع هذه الاحتفالية التي يعني لا زالت يعني حتى الآن على المسرح الكبير، هناك احتفالية أخرى في محافظة المنيا يقيمها الفنان علي الحجار، وأيضا احتفالية أخرى في أوبرا دمنهور، وأيضا في أوبرا الإسكندرية. هذه الاحتفالات ستستمر طوال هذا الشهر، وهذا برنامج أعدته وزارة الثقافة ودار الأوبرا المصرية للاحتفال بهذه الذكرى الغالية على قلوب كل المصريين والعرب. وبالأمس كنا نتابع معكم الاحتفالية الخاصة بمركز تنمية المواهب، فإذا يعني توجه مهم من دار الأوبرا المصرية تنفيذا بالطبع لتوجيهات الدولة المصرية بضرورة أن يتم غرس حب الوطن وهذه الملحمة الوطنية في الصغار والكبار. فإذا أجواء كلها فن، وأيضا أجواء من الفرحة والبهجة موجودة هنا على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وبالطبع ستستمر هذه الفعاليات في كل محافظات مصر احتفالا بهذه الذكرى. نعم، الغالية، الذكرى انتصارات 6 أكتوبر. أشكرك. الآن عودة إليكم مرة أخرى في الاستوديو إيمان ومحمد. أشكرك محمود جميل من دار الأوبرا المصرية. والآن مشاهدينا نتعرف على الأحوال الجوية. تستعرضها لنا دينا شرف في وقفة أخيرة من نشرة 9. إليك دينا. شكرا لك محمد، شكرا لك إيمان. والآن موعدنا مع أخبار الطقس محليا وعالميا.
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود ليلا طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، ونبدأها من القاهرة: العظمى 29، أصغر 21، إسكندرية 27، 21، مطروح 24، 20، بورسعيد 27، 22، الإسماعيلية 29، 21، السويس 30، 22، العريش 28، 22، طابة 29، 23، شرم الشيخ 34، 25، الغردقة 33، 25، الأقصر 37، 23، أسوان 38، 24، الوادي الجديد 33، 23، شلاتين 28، 24، وأخيرا حلايب 32، 26. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. والآن نترككم مع أبرز لقطة في اليوم. يا
بلقطة اليوم نصل لختام نشرة التاسعة. بقي أن نذكر حضراتكم بأبرز عناوينها. في ذكرى انتصارات أكتوبر، الرئيس السيسي يؤكد أن الحرب المجيدة ستظل نقطة تحول في تاريخنا المعاصر. وزارة الداخلية تفرج عن أكثر من 1500 نزيل بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر. الكاظمي يشدد على ضرورة العودة إلى طاولة الحوار لحل الأزمة السياسية في العراق. ختام نشرتنا لكن التاسعة متواصلة مع حضراتكم مع شفكي المنيري. أهلا بك يا شفكي، مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير العزيزة إيمان، مساء الخير زميلنا العزيز محمد عبده، مساء الخير عليكم. كل سنة وانتم طيبين. وانت طيبة. عندنا بدل العيد عيدين، يعني نصر أكتوبر والمولد النبوي الشريف. ربنا يعيده على كل الناس بالخير واليمن والبركات يا رب. يا رب إن شاء الله حلقة موفقة، وأكيد فيها فقرات كتيرة جدا عن ذكرى طبعا 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة. والله بص يا محمد، حاجة غريبة جدا هذه الذكرى يا إيمان، دايما في كل عام تتجدد، وكل عام الواحد يعرف معلومات، رغم ان بقالنا 49 سنة بنحتفي وبنحتفل بهذه الذكرى، بس دائما لما ما كان فيها من بطولات طبعا. ومواقف وقصص وحكايات، فدايما هذه يعني ما بتكفيش على صح. مدى السنين انك دايما تعرف حكايات عن ابطالنا وعن الكرامة وعن كل حاجة اتقدمت في هذا اليوم العظيم، لانها كانت معجزة عسكرية بكل المقاييس. دي حقيقة. بشكركم، أتمنى لكم التوفيق إيمان وعبده، وكل سنة وأنتم طيبين، ولكل صناع نشرة التاسعة التقدم والتألق دايما. أشكركم. شكرا جزيلا. مشاهدينا اسمحوا لنا نبدأ الآن فقرات التاسعة، تفضلوا.